انا طباخه ماهره جامد. لكن ما بحبش المطبخ قوي، واو، فقلت رز المعمر ده حاجه بسيطه وسهله والناس بتحبها، وفي نفس الوقت على فكره مش مكلفه، يعني ممكن تتعمل يعني ممكن نعملها يعني بمكونات باقي الاكل عندنا. وفيها كل العناصر بالظبط كده. يعني ممكن احنا جايبين النهارده فراخ مثلا هنعملها، اوكي، لو حد عندك بواقي اكل او لحمه بايته، مولحه. لحمه، اي حاجه موجوده ممكن تعمل، وممكن تعمل ساده، ايوه بالظبط، في ناس بس انا يعني ملاحظه ممكن ان اللي تتعمل كان محتار ساده. هنا دي قشطه دي قشطه بلدي طبعا مكعبات، ليه عشان مش تبقى القشطه العاديه عشان تغير دي قشطه؟ لما انا كده كل كده في الاكله زبده. دي لازم تبقى الاكل كلها ده بلدي. خارج طيب المؤسسه بتاعتي. نبتديها ازاي الاكله دي؟ هتعمليها ازاي؟ انت هتدخليها الفرن؟ طبعا طب هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ غسلنا الرز، بنحط كله على بعضه، طيب، ومع الزبده مع كله الزبده دي فوق الوش، فوق خالص اخر الزبدتين. حاجه. اوكي، الزبده والقشطه تقصد؟ الزبده بالظبط. والقشطه. ايوه القشطه الزبده بتتدوب الاول في الرز واللبن، وبعد كده في الاخر خالص طب بنحط يلا القشطه قشطه اخر فوق. انا حاجه، ممكن اخر اساعدك، حاجه القشطه، انا ممكن انا اساعدك اخر وانت حاجه القشطه. تكلمي مع سويد، يعني انت قولي لي احنا انت محتاجه هنحتاج نعملها ازاي في ده رز، وانا اقول لك ايه. قولي لي انت عايز تعملي ايه. ده رز مغسول، ده اوكي الكوبايتين رز، اوكي كوبايتين رز هيتحطوا كده عادي كلهم، اوكي هتحطي كوبايتين، بقى ايه؟ هتدوبي دي معاهم لا ثانية القشطه؟ واحدة بس، لا نحط قول. اللبن، كوبايتين الرز، كوباية الرز بتاخد كوباية ونص لبن، عشان تبقى فدي دول كوبايتين رز هياخدوا 3 كوبايات لبن. ادلق اللبن كله. اوكي ماشي اهو، اوكي تمام. اوكي بس دول كده. ايه تاني بقى؟ بعد كده بنحط الملح، ملح. الملح اوكي بس في معلقة ملح، ملح مش كتير، مثلا اوكي ممكن نص معلقة ما على صحنطوطة، حسب بقى الناس بتحب. يعني وادي مش فلفل كتير، حبة فلفل اسود ودي بس. بهارات. هو بالنسبة لي جديد ان انت بتحط سكر. بتعمل تيست حلو قوي، دي جوز بهارات. طيب، كله حبة صغنطوطة خالص بحيث ان احنا ما تمررش الاكل طب ايه ده. سكر ليه بقى؟ بتعمل بتوازن بقى. معادلة بينه وبين الملح، قد السكر قد الملح، لو انا بحط نص معلقة الملح بحط نص معلقة سكر. دي الزبدة، ايه الزبده هتعملي ايه بقى؟ الزبده لا بتحط زبدة كتير. حطي يا روحي. وطبعا الاكله دي انت لا بديل عن هتقلبيهم، القشطه، هتقلبهم في بعض لازم القشطه فوق والزبده الوش خالص، والسمنه البلدي. فوق الوش خالص لا بديل عن القشطة. القشطه. دي كده بتتقلب كلها في كده. ناس ساعات تحط زبادي بدل القشطه بس ما بيطلعش نفس الطعم. لا القشطة طبعا، اعتقد القشطة البلدي بتبقى ان احلى. روح الرز المعمر هو القشطه. يا سلام، القشطة ده والزبدة انا البلدي. هفاجئك اجيلكوا الفترة الجاية، انتظروني. دلوقتي هناخد دي فراخ المفروض معمولة من قبل كده مستوية، ممكن تبقى لو عندك حاجة بايتة، لحمة، فراخ، أي حاجة بايتة عندك ممكن بتحطيها، ممكن تتحط تعمل الرز المعمر من غير حاجة خالص، يبقى سادة يعني. يعني أنا عن نفسي بفضل طب فيجيتيريان. انت أنا أصلا تحبي فيجيتيريان. الزبده اهرسها مع رز؟ لا لا ومع لا مش شرط، لانها اصلا ما تخش الفرن هتسيح. ما انا عارف، بس عشان ايه اضمن وانت ان كل فيجيتيريان حاجه. طول عمرك ولا لا مؤخرا؟ انا مش بحب اللحوم قوي، باكل بس باكل بس بتحب. ادوق، لكن انا مياله اكتر للفيجيتيريان. بايه بقى خضروات، بتاكلي ايه فيجيتيريان عشان انت وسهير؟ لا لا انا بحب بحب الخضار السمك. السوتيه، بحب الخضار ني في ني، كل الحاجات اللي هي دي كلها عمرك حاجات ما صحية. طب يعني عمرك ما نفسك بحب العيش، هو ده المشكلة. يعني فيجيتيريان بتحب ده العيش؟ بحب أكبر العيش. المشاكل. العيش بتاكلي قد إيه يعني في اليوم؟ لا بحب العيش، ممكن اكل رغيفين في اليوم. والله. طب بتحبي حلويات؟ لا أنت حلو أصلا. لا يا ما بحبش بختك. الحلويات. أنا حلو ما يحب ما يجي. ولا الحاجات اللي هي اللي فيها ميه غازيه، يعني بيبسي 7، دي ما بحبهاش. طب قولي لي، انا عايز اسالك سؤال حلو. السكريات ما بحبش السكريات، حتى في الشاي في سؤال، الحاجات دي كلها تحسي قليل قوي لما السكريات تعترفي بالنسبه لي. معايا ان ممكن تكون موضوع انك شبه سعاد حسني ممكن ما يكونش اضاف لك زي ما كنتي متوقعه؟ يعني معلش، يعني هو سؤالك لا مش دي على فكره مش اللي شبه حد، مش اضافه، لان كل واحد بيبقى هو نفسه سعاد حسني. هي سعاد طبعا حسني انت هتحطيه في الفرن واحنا عندنا هنا النسخه بتاع اه سؤال. يعني فكره لا ان ده انت بصي ده في احنا لسه ما خلصناش. انا عارفه ان انت احنا شبه دلوقتي سعاد حسني ده ما اضافلكيش، بالعكس. ما اضافلكيش لا بالظبط، ضرك. ما هو ده اللي انا سؤالي. بيضر طبعا. بس عايزه اقول لك على حاجه، انا قبل سعاد حسني
قبل ما امشي شخصيه سعاد حسني. لا لا انا عامله شخصيه الملكه فريده قبل كده في مسلسل اوراق مصريه شبهها برضه. في الملكه فريده، الملكه فريده في مسلسل اوراق مصريه شبهها برضه. ما انا هقول لك بقى موضوع الشبه ده. اوكي. وانا صغيره ممكن احط القشطه، حطي وانا باكل والفرن شغال. شوف طيب بنحط القشطه، اي كميه قشطه بتحطيها فوق الوش مش وحش، بتديها وش حلو قوي وطعمه حلو قوي. دوتي دوتي نسخه معموله لسه سخن. بصي هاي بنحط القشطه كلها. حطي، ما هو باين وانت مقدمه مع ملوخيه و كنا عملنا ملوخيه. ده الجريمه الكامله. عجب لك سلطه؟ طيب لا لا لا، بصي بالشكل ده كل ده هيسيح وبعدين بتخش الفرن. تخش الفرن بقى، هنا بقى التركايه. تخش الفرن ازاي بقى؟ هقول لك. كل الناس بتحط صينيه زي كده، بيولعوا الفرن من تحت ويسيبوها لحد ما تستوي خالص، بتقعد لها ساعه ساعه الا ربع كده، بتاخد وقت طويل قوي. باللبن بينشف قوي وبعد كده الرز بينشف، بتبقى مش حلو. ده طري. لكن انا بحط الصينيه، بفتح الشوايه من فوق الاول تاخد وش، تشمع بمعنى اصح، تشمع بتاخد الوش خالص ويحمر خالص، وبعد كده اطفي فوق واشغل الفرن من تحت. في المده قد ايه بقى؟ 10 دقائق من تحت. عشان تحافظي على ربع ساعه بالكتير قوي، يعني هي في 5 دقائق من فوق يا دوب تشيل. بالظبط كده. دي التركه. وبعد كده بيطلع السر بتاعك بالظبط كده. وبعد كده بيطلع مشمع، بيطلع حلو جدا. طعمه حلو. بتعرفي تقطعيه عادي جدا كانك بتقطعي مكرونه بشاميل. غير اللي بقى غير الطاجن اللي بيبقى كبير قوي كده. اقول لكم في ايه، هو مش مكرونه، هو لسه محتفظ بالجوسي بتاعته، يعني تحسي اما هي مش ناشف. السر بقى اللي هي بتعمله في التسويه، هو ده اللي بيفرق. طيب بس اقول لك بقى موضوع الشبه ده. بالظبط. يعني حاسه ان هو ما خدمكيش. تدي الملكه فريده الملكه فريده فعلا. انا على فكره هقول لك على حاجه، انا وشي من وانا عيله صغيره، انت عارفه كنت شبه فيروز الصغيره. كانت ماما بتعمل لي برضه شبه فيروز. شبه فيروز. انا هقول لك، كل ما هقول لك على حاجه شبه، كل ما تقول على حد هو شبهها، هي شبهها وفعلا. كنت وانا صغيره كنت شبه فيروز الصغيره، كنت شقيه زيها. انا دلوقتي مش شقيه خالص، انا كده، انا دلوقتي في قمه هدوئي، يعني انا ممكن اقعد، ما انا طبيعتي هاديه. لكن وانا صغيره في طفولتي كنت شقيه جدا، فكان دايما ماما تعمل لي القصه دي، وشعري كان نفس الطول، كان طويل وكان تقيل، فكنت كل اللي يشوفني يقول لي فيروز. اوكي. لما كبرت شويه، شبيت شويه، بقيت شبه نيلي، تحولت من فيروز لنيلي. برضه نيلي. تدي نيلي برضه. لا بقى انا ما بهرجش، لما صفوا جنبها هي فعلا تدي فيروز وتدي نيلي وتدي ناس كتير. سعاد حسني. ودلوقتي انا لو هقول لك على شبه مين دلوقتي، انا بصيت في حتى في المرايه، بقول حتى بقول لحد، انا حاسه انا بقيت شخصيه تانية خالص. شبه مين بقى؟ ياسمين عبد العزيز. هو انا لسه مايك بس هو بس سمعوا لسه مايك سمعت بلاش بس بس تدي على ياسمين عبد العزيز. ما تزعليش مني، يعني مش قصدي حاجه، بموت في ياسمين، بس هي فعلا بتدي عاجبني قوي، هي بتوشوشني. نفسي اتنين مايك مش مايك واحد.